أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائم يقول: عندما يؤمر الموظف العسكري للتوجه إلى الحدود وهو لا يعرف المهمة بالضبط، ولكن يمكن أن تكون للمشاركة بالحرب أو جمع الأسرى أو اللاجئين أو لحماية الدولة، ماذا يجب عليه؟ هل يرفض أو يشارك؟ وما توجيهكم؟ يجب عليه السمع والطاعة، يجب عليه السمع والطاعة، وما دام أنه ما يدري فالأصل إن شاء الله، الأصل أنه ما روح إلا لشيء ليس فيه محذور، يجب عليه السمع والطاعة. نعم.